منين موظفين في الكو حمادة وفي اللي عندك ابو رواش وفي في الاسكندريه ودمياط اسيوط وكل الدنيا معايا يا رب العالمين. شيخ حازم قوي قوي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. الله يسلمك. ممكن يفضل معايا ده شبكه يقين بترحب بيك. شبكه يقين بترحب بحضرتك وكلمه لشبكه يقين اول مره تطلب احداث شبكه يقين. اهلا وسهلا يا مرحبا شبكه يقين. انا اهلا وسهلا. هي منطقه حضرتك على طول شبكه يقين. اقول لهم انا اول مره بسمع عنكم فعايز اسمع عنكم اخبار مدويه بعد كده ان شاء الله. حضرتك بمناسبه الاحداث الساخنه على سيناء زي الصح ممكن بقى بمناسبه الاعتداء الغاصب دي فيها لعبه كبيره جدا لاعاده لايجاد جو لاعاده رسم الترتيبات الامنيه في سيناء. دي لعبه كبيره ربنا يلطف. ماذا تطلب من حضرتك؟ ماذا تطلب من المجلس الاعلى او من الدكتور عصام شرف؟ اطلب منهم ان يسلموا الحكم للشعب في انتخابات صحيحه لان الشعب هيبقى عارف كويس يعرف يتصرف. انا اقصد ماشي حضرتك بس انا اقصد البيان اللي المفروض يطلع طرد السفير لا اطلب منهم العلاقات. اطلب منهم ما يعملوش اي حاجه بس هم مشكورين يسلموا الحكم للشعب والشعب عارف كويس هيعمل ايه. طب كل عام وانتم بخير. والله السلام الله يبارك. بتأيد الأستاذ حازم للأسف. يا إخواننا الأستاذ حازم أخويا كبير يا إخواننا. أنتوا شاغبين ما شاء الله عليكم يعني. بس والله ده مفيد ليا يعني أنت ربنا يعني أنت بتجيب لي مبيعات على الهواء دي حاجة حلوة. ربنا يبارك فيكم يا رب. وأنتوا هتبتدوا جديد ولا إيه؟ إحنا بادئين سعادتك بس أنت مش حاسس بينا. أهلا 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 يا اخي موفق ومنصور ويا رب العالمين ومبارك فيك ان شاء الله. ربنا ينفع بيك يا رب العالمين ينفع بيك ويخلف عليك العوض الكريم يا رب. ازاي الاحوال؟ بارك الله فيك ربنا يحفظك ويجزيك خير الجزاء. دول عايزين نعمل معاك حوار ايه رايك؟ ما هو انا عملت عايزين انا اعمل معاك هو يعمل طبعا قوي تحت الامر. اعتقد الحوار هيكون قصه.